في تقليد سنوي ذو طابع إنساني تحرص عليه وزارة الداخلية، أوفدت الوزارة مأموريات لمرافقة واصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد، وهو مشهد يعكس الاهتمام الكبير بأسر الشهداء والتقدير للتضحيات التي قدمها آباؤهم لينعم الوطن بالأمن والاستقرار الذي مهد الطريق للبناء والتنمية نحو تأسيس جمهورية جديدة. أحب أشكر وزارة الداخلية إن هما دايماً فاكريننا ومعانا. النهاردة أول يوم مدرسة وجايين يوصلوا أحمد، وده بيحصل كل سنة، والحاجة دي بتخليه طبعاً فرحان ومبسوط وحاسس إن هو صحاب باباه دايماً معاه وفاكرينه ومش ناسينه. وأحب أشكر سيادة الرئيس على توجيهه الدائم برعاية أسر الشهداء وبالأخص أولادهم. يخطو أبناء الشهداء خطواتهم الأولى في عام دراسي جديد مع ترحيب كبير بهم عند دخولهم المدارس من زملائهم والعاملين بهذه المدارس، تأكيدا على أن مصر لا تنسى من ضحى من أجلها. ابن الشهيد هو ابننا كلنا، فاحنا كلنا لازم نكون متواجدين معاه، كلنا متضامنين معاه، كلنا بندعمه. رئيس عبد الفتاح السيسي والضباط مشكورين طبعا، بيعملوا كل اللي هم يقدروا عليه معانا، واحنا والله العظيم مش عارفين نعمل معهم ايه، يعني هم بصراحه بيعملوا كل حاجه اللي يقدروا عليها معاهم. احساس طبعا جميل، اللي هو انت مش لوحدك، دي الفكره، ان انت واقف قدام مثلا بتاع 400 طالب تتكرم، حاسس ان انت ليك حاجه تعتز بيها، ليك شهاده ان انت انا والدي شهيد. سعيدة النهاردة بوجود وزارة الداخلية كلها معانا النهاردة في تكريم أولاد الشهيد، وكل مش دي أول سنة، لا دي كل سنة. وطبعا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دور وزارة الداخلية اليوم دوت وتقديم الطفل ودخوله المدرسة، ده لوحده بيحفز الطفل جدا، بيعوضه، مش هنقول بيعوضه حاجات كتير، بس على الأقل في تقدير معنوي، تقدير اجتماعي قدامه قدام زمايله. مشهد اصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم يتكرر في كل المحافظات، وهذه الصور الإنسانية من حفاوة الاستقبال تؤكد معها للرعاية المتكاملة التي توليها وزارة الداخلية لأسر الشهداء على كافة المستويات، بخاصة الاجتماعية والمعنوية.
في ضباط جابوني من البيت واستقبلوني استقبال كويس، وجابوني المدرسه وزمان استقبلوني استقبال كويس ودخلوني الفصل. ده حاجه جميله جدا من وزاره الداخليه ان هي تهتم باسر الشهداء وان هي ما بتنساهمش في اي مكان. كلنا فخورين باللي فعلوه الشهداء. ذكرى الشهداء وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، وتحمل أسرهم يعكس إيمانهم بعظم التضحيات وقيمة الوطن. وأبناء الشهداء موضع رعاية واهتمام الجميع انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه الشهداء وأبنائهم، وستظل وزارة الداخلية تقدم لهم الرعاية والدعم والمساندة.